مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. القاهرة والأقصر ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال 2022، وطبعا يعني يعتبر موقع من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات السياحة طبعا، وقيم هذا الموضوع وفقا لتجارب الزائرين، وإن القاهرة والأقصر من أفضل 22 وجهة سياحية على مستوى العالم. حابين طبعا يعني نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، وخير من يكلمنا في هذا الصدد الأستاذ مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير أستاذ مجدي. استاذ يوسف صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. حضرتك عارف ان احنا يعني حضرتك بتتكلم عن اهم مدينتين سواء في العالم القديم او في العالم الحديث. حضرتك عارف ان الاقصر يعني هي من اقدم المدن وظلت تحكم العالم لمده اكثر من 2000 سنه. كان بيسموها عصر الامبراطوريه لان كانت طيبه القديمه، فكانت من اهم البلاد، هي طيبه وظلت زي ما حضرتك، خرجت منها الجيوش بقياده تحتمس الثالث، فتحت لنا من اول جبال الاناضول في تركيا حتى الجندل الرابع في اثيوبيا، فكانت مصر يعني قوه كبيره جدا جدا. فطيبه طبعا او الاقصر فيها زي ما بيقولوا مش تلت اثار العالم، انا بعتقد والله يا فندم اكتر، يمكن نص اثار العالم موجوده فيها. يكفيها ان موجود فيها اهم يعني معبد في الدنيا كلها، حوالي 45 فدان اللي هو بيسموه كده معابد الكرنك، في وادي الملوك اللي هو الوادي الذي لا يقدر بمال وخرج منه الفرعون الذهب اللي احنا السنه دي بنحتفل بمرور 100 سنه، واللي ان شاء الله عندنا في 4 نوفمبر احتفاليه كبيره جدا جدا بمرور 100 سنه. فيها وادي الملكات اللي بنفخر ان فيه مجموعه من الملكات والامارات دفنت فيها. القاهره طبعا عارف حضرتك ان هي مدينه يعني اكثر من 1000 سنه، ومن اول ما بناها المعز لدين الفاطمي حتى الان بتفخر بالعديد من الاثار. يكفينا عندنا شارع واحد فقط، يعني تخيل حضرتك شارع زي شارع المعز اكثر من 29 اثر من كل العصور، فبالتالي يعني الاختيار شيء منطقي وطبيعي جدا، وهتفضل المقوله دي لمده عشرات السنوات. واعتقد ان مصر يعني حلم لاي انسان، حضرتك لما بتقول مصر في اي بلد في الدنيا بيغمض عينيه، لان هي بلد السحر، بلد الجمال. فحضرتك المدينتين واحنا بنتكلم عن اهم مدينه في العالم القديم هي الاقصر، ولا في العصر الحديث طبعا بمقاييس العصر الحديث هي مدينه القاهره، وبالتالي احنا لهذا الاختيار هو اختيار جانبه كثير من الصواب. وكل المجلات اللي بتهتم بالسياحه ووكالات السفر بتحط مصر من اول 10 مقاصد سياحيه على مستوى العالم، لان ده وضع مصر طبيعي، بس احنا كل ما نرجوه هو الترجمه على ارض الواقع. نفسنا هذه يعني المؤشرات تتحول بقى الى ايه؟ الى واقع، يجي لنا مثلا 20 و30 او 40 مليون سائح. احنا بنحلم بكده لان احنا عندنا ان شاء الله مسار عائلة المقدسه اللي الدوله بتفتحت فيه حوالي 5 مسارات دلوقتي، واللي هو اقر بابا الفاتيكان من 2017، واللي اعتقد ان شاء الله في حاله اكتماله وفي حاله مجيء رحله الحج المقدس هتغير وجه مصر. هيجي لنا على الاقل احنا عايزين يعني 20 مليون ساعه على الاقل. فاعتقد ان هذا المطار اللي هو مش موجود غير في مصر بجانب خروج مطار بني اسرائيل هيغير كثير من وجه السياحه، فشيء منطقي جدا ما ذكره هذا التقرير. نتمنى ان هذا التقرير نستثمره سياحيا ونستثمره دعائيا، واحنا شايفين دلوقتي في نهضه سياسيه، نهضه اقتصاديه، فان شاء الله تواكبها نهضه سياحيه باذن الله يا رب العالمين. يا رب يا رب ان شاء الله استاذ مجدي. طيب حابين برضو يعني نعرف من حضرتك يعني اهميه واثار الفعاليات العالميه طبعا اللي تم بمصر، مثل كوكب موكب المومياوات وفعاليات الأقصر طبعا وطريق كباش في نوفمبر 21، على الترويج طبعا لمنتج السياحه الاثري لمصر عالميا برضه حضرتك فدنا بده. والله يا فندم الحديثين دول كنا بعتبر في 2020 هم حاطين فارقين، وخاصه وجود السيد الرئيس يعني راس الدوله بنفسه كان حاضر فيهم، هو فعاليه كانت فعاليه جدا من الناحيه الفنيه وغناء انشوده زي انشوده ايزيس، والتصوير اللي تم كل الدنيا اكيد اتفرجت علينا، وكنا احنا يعني زي بيقولوا ايه منورين في كل الميديا، وظلت العالم كله يتحدث عنه. لكن هو المهم الماركتنج، الاستثمار هذه الاحداث، يعني نتمنى ان احنا نستثمر هذه الاحداث. يعني حضرتك امبارح مثلا عندنا حدث مهم جدا للاسف ما حدش اتكلم عنه كتير، يعني 19 يوليو عندنا حدثين اللي هو فك او العثور على حجر رشيد، ذكرى 223 على العثور على اهم حجر في الدنيا واغلى حجر في الدنيا واول حجر تكلم في الدنيا واول حجر قال لنا ان في عندكم حضاره اسمها حضاره الايجيبتولوجي اللي كل الدنيا بتدرسها. للاسف ما حدش كتير يتكلم عليه. كان عندنا بدايه السنه المصريه القديمه، ليه؟ اللي هي ربطها جدا بالفيضان، لان امبارح جات لنا ما يسمى، كان في مصر كان اسمه عين النقطه، عندما تنزل الامطار على رتبه الحبشه كان جدا بيعرف يحدد الفيضان. للاسف برضه احنا ما اتكلمناش الموضوع ده. فاحنا ارجو ان احنا نستثمر احداثنا سواء القديمه والفعالياتنا القديمه نحولها لكرنفالات سياحيه، نحولها لدعايه، نتكلم عنها اولادنا مش نتكلم في الداخل. نتمنى يا استاذ يوسف يبقى عندنا قناه دوليه بتتكلم بالفرنساوي والانجليزي والايطالي والالماني، تتكلم عن مناطقنا السياحيه. فندم كل شبر في مصر
في مكان سياحي جميل. للأسف كله احنا برامج الأقصر وأسوان واسكندرية يا جماعة، والله أبدا، ده في محافظات مليانة، سوهاج، المنيا، الشرقية، كل محافظة في مصر تستطيع أن تفعل فعالية سياحية. فنرجو أن يبقى عندنا قناة نشط من خلال برنامج حضرتك وقناة حضرتك اللي إن شاء الله تكون متشافة كل الدنيا، يبقى عندنا رجال الأعمال، أرجوكم يا جماعة عملوا لنا قناة ويجيبوا لنا وجوه جميلة بتتكلم ووجوه سياحية بتتكلم عن كل مناطقنا السياحية. روحوا الوادي الجديد، روحوا سيوة، روحوا الغربية، روحوا الشرقية. مصر يا فندم والله العظيم، يعني الناس ما تعرفش إن محافظة الشرقية فيها 200 فيها 100 موقع أثري، فيها اشهر صحيح. بلد لزراعه البردي وصناعه البردي. روحوا لصناعه التل اللي هي موجوده في سوهاج. فمصر جميله، نتمنى ان احنا نستثمر هذه الفعاليات في تحويلها لمنتج ثقافي. عايزين حاجه على ارض الواقع يا فندم، انما هنفضل نتكلم في الداخل. يعني الغرب يقول انت كويس، طب فين انا كويس؟ انا عايز كويس مردود الاقتصادي عندي وبيه. نستغل هذا المفهوم ونبدا نروج له. كل الوزراء ارجوك يا جماعه اشتغلوا اكتر. الدوله العالم الخارجي بيقول لك انت كويس، طب انا كويس جميل وحلو، استثمره ازاي؟ المفروض ان مندوبنا السياحيين اللي موجودين في السفارات يشتغلوا على هذه الفعاليات ويشتغلوا على هذه الاحداث ونشوف الانكم بتاعها في داخل البلد. مظبوط فعلا كلام حضرتك، واحنا طبعا بنتمنى مزيد من هذا الازدهار طبعا في قطاع السياحة والأثار طبعا، وإن شاء الله كده نرى الأفضل والأفضل الفترة المقبلة إن شاء الله. أستاذ مجدي أنا بشكرك جدا وبشكرك على التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا، ووجود حضرتك معنا الأستاذ مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة السياحة والأثار، بشكرك شكرا جزيلا.